نروح للحدث الأهم والأكبر اليوم أمس، حيث تم تدشين كأس السعودية لسباق الخيل في مدينة الرياض بالبوليفارد سيتي، وذلك بحضور الأمير بندر الفيصل آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا بالفروسية، واللي يعتبر أغلى سباق خيل في العالم، حيث بلغت جوائزه أكثر من 30 مليون دولار. نتابع تفاصيل التقرير مع زميلتنا عهد الفاعي. الكأس هذا هو أغلى كأس في العالم في سباقات الخيل، يستقطب أفضل جياد من كل أنحاء العالم. حتكون تظاهرة جميلة، حتكون فعالية كبيرة إن شاء الله. موعدها يوم 25 و 26 فبراير برعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين. فعن طريقكم أحب أدعي الجميع أنهم يجوا يشاركونا الفعالية الجميلة هذه، ويتعرفوا على سباقات الخيل. اللي ما يعرف سباقات الخيل، واللي يعرف الخيل ويعرف سباقات الخيل، يستمتع بأفضل وأجمل جياد العالم أمامهم هنا في المملكة العربية السعودية. أحب أرحب فيكم بوث كأس السعودية في البوليفارد، وإن شاء الله نرحب بكم في ميدان الملك عبد العزيز يوم 25 و 26 فبراير. كأس السعودية فخر لنا وفخر لكل سعودي بأن ترجع الفروسية وتعود لمنبعها في المملكة العربية السعودية.